الآن إلى الشق الثاني من هذه الحلقة مع المصرفي جان رياشي، وهو رئيس مجلس إدارة FFA Private Bank، للحديث عن المنصة الإلكترونية أو المنصة الجديدة المصرفية التي يفترض أن يطلقها مصرف لبنان، وأيضا عن تمديد تعميم رقم 151. أهلا وسهلا فيك أستاذ جان. مساء الخير، كيفك؟ الحمد لله. لازم نقول لك هابي بيرث داي، قالوا لنا انه اليوم عيدك عقبال ال 100. السؤال الاول اليوم، هذه المنصه الذي يتحدث عنها حاكم مصرف لبنان، بعد في عدم وضوح، خلينا اقول، بمن هم الاشخاص اللي راح يستفيدوا منها او كيفيه التعامل. اللي فهمنا لهلا انه البنك راح يتحول لصراف، صحيح او لا؟ يعني عم بسمع كثير هالشيء، بس انا مستغرب. يعني شغله البنك، يعني من بين الخدمات يلي المصارف لازم تقدمها للعملاء، هي خدمات تحويل من عمله لعمله ثانيه. عمليات القطع بالمصارف هي عمليات يوميه وعاديه. الفرق بين المصرف والشركه الصرافه هو انه شركه الصرافه ما عندها حسابات للزبائن. يعني بيجي واحد بيحط كاش نقدي وبيستبدلهم بنقد بغير عمله. المصرف بالعاده ما بيستقبل الكاش حتى يحوله لغير عمله، مع انه في فروع بتروح على حيلا بلد بالعالم فيك تفوتي على فرع بنك وتعملي هاي المعامله، بس بالعاده الاستبدال بيصير من ضمن الحسابات المصرفيه بقلب البنك. ما في شيء، يعني ما عم بفهم انا ليه هالاستغراب. هيدي شغله المصارف، ما لنا بس شغله الشركات الصرافيه. هلا حسب ما يقال انه الهدف من هذه المنصه هو خلق شفافيه اكثر او فيزيبيليتي اكثر، بمعنى انه يصير معروف قد ايه في حركه شراء وبيع على الدولار، وانه لانه البنك عنده الداتا بيكون بيقدر يصير يسجل عند الصرافين. ما في داتا معينه، هو بكل صراحه ما عندي تفاصيل شو في شو نيه مصرف لبنان، بس اذا انا بدي اعرض الفكره يلي برايي هي المفروض يلي تتبع، شغله المنصه هي توحيد المعاملات بمنصة واحدة. يعني كل العرض وكل الطلب بيصير بمنصة واحدة، وبيتقارن العرض بالطلب ليتحدد السعر. بيقدر يكون سعر بيتحدد على مدى الوقت، يعني كل ثانية عندك سعر جديد، أما كل ساعة أما مرة بالنهار بتعملي فيكسينج. بس أهم شيء أنه كل العالم يلي بدها تشتري أما تبيع دولار، تشتري لبناني أما تبيع لبناني، تلتقى بهاي المنصة. هلا اكيد الفرد اما المؤسسة غير المصرفية او غير الصرافية ما راح يكون عنده الاشتراك بالمنصة، بس راح يروحوا عند مؤسسة الصرافة اما المصرف لحتى هن يعطوا الاوامر لها المصرف اللي هو بياخذها على المنصة لتتنفذ بقلب المنصة، مفروض بسعر بده يجي من العرض ومن الطلب، مش بسعر مثل ما عم نسمع. وانا يعني بتمنى ما يكون هيك، بس ما حدا بيعرف انه بدنا نعمل سعر يكون قريب على السعر السوق الموازي. ما هو الهدف كله المفروض يكون انه نلغي سعر السوق الموازي، نلغيها كليا. كيف بدك تلغيها؟ مش باجراءات امنيه وقضائيه، تلغيها بعدم جدواها. يعني شو الجدوى انه واحد يروح عند صراف بالسوق السوداء اذا بيلاقي السعر المضبوط عند المصرف اما عند الصراف الرسمي؟ واذا الصراف الرسمي والمصرف بيلاقي السعر المضبوط من خلال مقارنه العرض والطلب بقلب هيدي المنصه، بسموها هيدي برايس ديسكفري. يعني السعر ما بيجي من كيف ما كان، بيجي من تقارب بين العرض والطلب، ويتحدد السعر يلي بيصير في عليه التعامل. هذا يعني الموضوع كثير مهم، لانه اليوم عندنا مشكلتين. اول شيء ما حدا بيعرف وين بده يروح. ثاني شيء بيقولوا لك غير شرعي غير رسمي، في ملاحقات قضائيه.
في شغلة تانية، هامش الربح عند الصرافين رهيب، يعني ممكن أنت اليوم تشتري الدولار ب 12,000، الصراف يكون شاريه ب 10,000، معقول يعمل ربح 20%؟ طب هيدا الربح عم بيروح على جيبته وعم بيخسروا الاقتصاد، بالوقت يلي إذا تنفذت العملية بقلب المنصة هالصراف أما هيدا المصرف مجبور يعطيك السعر يلي أخده من 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 خلال المنصة مع هامش أما مع عمولة يلي هي بسيطة. ممكن تتحدد. يعني اليوم اللي عم بتقوله إنه أول شيء بس توصل أو تطلع هذه المنصة أهم شيء إنه ما تكون محددة بسعر فيكس، يعني كأنه عم نرجع على بين هلالين تثبيت معين، وهيدا الشيء واضح سلبياته، يعني اختبرنا سلبياته خلال كل هذه الفترة اللي مرقت. فبالتالي أول شيء لازم يكون برايس بيتحدد بشكل يومي، بده يتحدد بشكل يومي أما بشكل مستمر ما بعرف، حسب التقنيات وحسب كمان الفوليوم، يعني إذا ما في حجم تعامل كافي يمكن ما بيسوى كل الوقت يصير في، إذا بدك تقريب العرض على الطلب بيقدر ينعمل يومي بالأول وبنعمل فيكسينج، كل واحد يعرض أسعاره وين مستعد يبيع وين مستعد يشتري وبيلتقى ببيع وبيشتري يلي قدروا يلتقوا مع بعض بهيدا بهي السوق. استاذ جان، السؤال تفضلي. السؤال انه اليوم اذا بيتم اللي حضرتك عم تقوله، يعني بيتحدد بناء على العرض والطلب، ساعتها ما الذي يختلف عن السوق اللي عم نسميها سوق موازيه؟ يعني كانه نقلنا السوق الموازيه الى داخل البنوك. كثير اشياء بتختلف فضل. بس رح اقول لك شو ما بيختلف. إذا حدا فكره إنه من وراء هاي المنصة رح نوقف تدهور الليرة بيكون غلطان، لأنه تدهور الليرة على المدى المتوسط والطويل له علاقة بالمقومات السياسية والاقتصادية والنقدية، فينا نحكي فيها بعدين إذا بدي. اليوم عم نحكي بموضوع تقني يلي هو إنه السوق السوداء لها كثير سلبيات. أول سلبية هي عدم الشفافية، يعني بيصير في تلاعب. يعني إذا أنا تاجر بدي أعرف وين بدي بيع، بدي أسأل مليون شخص يلي كل واحد بيخترع لي سعر، بيصير في تلاعب، بمعنى أنه اليوم نعرف أنه في منصات يلي هي منا منصات تداول، هي بس أبليكيشن بيحطوا عليها سعر، هذا السعر بيكون مفبرك ما له علاقة بالواقع، بيكون واحد مجمع دولارات مثلا وحابب يبيعهم على العالي، فجأة بيطلع لي بيتفقوا كلهم سوا هالابلكيشن منصات يلي مدري وين بإدلب مدري وين، وبحطوا السعر اللي بدهم اياه، بصيروا يردوا ليشتروا على العالي، وهالصراف يلي جمع هالدولارات بيعهم على العالي مع هامش ربح كثير كبير، هذا الشيء ضروري نمنعه. ثاني شيء إذا بدنا نوعا ما يصير في تدخل بالسوق من مصرف لبنان، مش للحد من صعود الدولار، للحد من التلاعب من التذبذب الزايد، يعني يلي بيخلق البانيك يلي هلا اللي شفناه مثلا من جمعتين. طيب في واحد يكب له يمكن 100,000 دولار ويحد من السوق وممكن يرجع يشتريهم على الواطي لحتى يمنع التلاعب، يخلق نوع من الاستابيليتي بهذا السوق. ما فيها تعطي اكثر من هيك، بس اكيد بنكون تقدمنا. شغلة تانية بصير في إذا بدك مرجعية لتحديد الأسعار. طيب في مثلا بعطيك مثل المنظمات الدولية اللي بتبعت مساعدات، وأنا بيحكون كثير وشو فينا نعمل شو رأيك اتسترا، قل لهم طيب طلبوا سعر السوق الحقيقي، قلوا لي بس ما في سعر سوق. بصير في سعر سوق مرجعية لكل الناس، وهيدا بتخلق ثقة. مثل ما حكينا الأسباب تبع تدهور الليرة هي أسباب بنيوية لها علاقة بطبع العملة بالماني كرييشن، لها علاقة بالمشاكل اللي موجودة بالمصارف قبل إعادة الهيكلة ما رح تنحل. بس كمان نحن بلبنان وصلنا لوضع شوي صار سليم، صار سليم بمعنى سليم من أين؟ رح أقول لك كيف. هو منه سليم أبدا تماما، الادجستمنت اعاده التموضع يلي صار بالاقتصاد اللبناني خلق للاسف وضع عجز التجاري، الميزان التجاري صار حجمه تقريبا 7 مليار،
وحجم الايرادات اللي عم تجينا من المغتربين يعني ريميتنسز كمان 7 مليار دولار، يعني صار في نوع من التوازن. هلا اكيد اذا الناس بدها تركض على الدولار كرمال لتخزن للادخار بدها تزيد طلب على هيدا التوازن. اذا الاستثمارات ما رح تفوت على لبنان ما رح يجينا فائض، بس نوعا ما فينا نسيطر على وضع الليره. بدها اصلاحات جذريه واساسيه. هلا الاصلاحات الجذريه والاساسيه نحن بنكون عم نروح على موضوع ثاني اللي هو موضوع الحكومه واللي بعدنا كثير بعيد عنه. بالتعميم، التعميم اللي عم نشوفها الآنية أو الأفكار اللي عم بيتداولوا واللي آخرها كان هذه المنصة المصرفية اليوم بصراحة بحسب ما مبين، يعني بعرف أنه رح تقول لي ما عندك تفاصيل بس عندك تصور عام عما ستكون هذه المنصة. هل هذه المنصة رح تقدم وتأخر، رح تلجم سعر ارتفاع الدولار إيه أو لا؟ شو رح يصير؟ في شغلتين. اول شيء رح تلجم، رح تمنع التلاعب. اوكي، رح تمنع التلاعب، مش السبيكيوليشن، مش المضاربه. المضاربه بتضل تصير، بس التلاعب يعني الضحك على العالم رح يوقف. ثاني شغله، في موضوع ما حدا عم يحكي فيه اليوم، لانه ما في سوق رسميه منظمه موحده عم نتعامل بالكاش بهالبلد، وهيدا خطر على لبنان، على لبنان ككيان، لانه في موضوع الماني لاندرينج يعني تبييض الاموال. اليوم اعتبري انا بعرف ناس بيعيشوا بلبنان بس كل مصرياتهم عم تجيهم من برا، شو بيعملوا؟ بيحاولوا على المصرف. تعيشي بلبنان بدك تصرفي باللبناني، شو بيعملوا؟ مجبورين يسحبوا هالدولارات من المصرف يروحوا ياخذوها عند شركه الصيرفه يستبدلوها بليرات وبعدين يصرفوها ما يرجع يحطوها بالحساب. نفس الشيء التاجر ببيع باللبناني بياخذ هاللبناني كميات، وما عم نحكي عن الخطر على الافراد من وراء السرقه ومن وراء العمليه الوضع الامني. ايه الوضع الامني، بده ياخذ هالليرات، بده يروح عند الصراف بده ياخذ منه دولارات، بده يرجع ياخذ هالدولارات ياخذهم على المصرف يحطهم بالحساب ليحولهم. طيب اذا هالمنصه بتسمح له انه ياخذ هالليرات يحطهم بالبنك وبالبنك يحولهم لدولار وبالبنك يحول دولاراته ليرجع يشتري بضاعه من برا، بنكون حلينا مشكله الماني لاندرينج جزئيا. نفس الشيء للافراد. طب اليوم السؤال انه بس ينحكى انه بده يتحدد سعر معين بهذه المنصه، مش رح يخلق إضافة يعني، وخصوصا إذا عم نحكي ب 10,000 اللي هو رقم نسبيا عالي، أو إقرار رسمي من حاكمية مصرف لبنان أنه إيه نحن وصلنا لهيدي المرحلة، لأنه لهلأ بعده الإقرار الرسمي خلينا أقول على 3,900، ولكن بس يتحدد برقم مرتفع نسبيا مثل 10,000، هيدا الأمر ما رح يخلق أيضا سوق موازية إضافية؟ يعني أنا بروح ببيع أو بشتري من البنك ب 10,000 بس مش رح بيع البنك ب 10,000، بروح ببيعه برا بأكثر. أول شيء خليني جاوب على آخر سؤال وبعدين برجع قصة الإدخار. تفضل. ليش بدك تروح تبيعي بأكثر إذا السوق منه موجود؟ إذا السوق بالمنصة هو السوق الحقيقي، مشان هيك لازم القيود على المنصة وعلى هيدا السوق تكون أقل شيء ممكن لحتى يلتغى كل شيء اسمه سوق سوداء. لأنه إذا مثلا الأفراد بيشتروا دولار برات هالمنظومة هالمنصة هيدي، معناتها اللي معه دولار رح يبيعهم كمان برات، شيء رح يمنع الناس تروح تشتري برا. أنا برأيي لازم تنفتح للكل. هلا في موضوع الإقرار وهيدا موضوع كثير مهم. نحن اليوم كان في إنكار على طول من أول ما وقعت الأزمة، إنه حبينا نقول إنه والله بعده سعر الليرة ثابت، وبعدين قلنا في سعر المنصة على 3,900، ولما شفنا إنه لأنه حددنا السعر بالمنصة ما مش الحال، صار سعر الحقيقي للدولار أعلى بكثير، أصرينا إنه هاي المنصة هيدا سعرها، وكان يطلع كل يوم بكل الجرايد إنه يطلع بيان من جمعية الصيارفة انه هيدا السعر بين 3,850 3,900. قد ايه بدنا نضحك؟ قد ايه بدنا نضلنا نضحك على حالنا ونضحك على العالم؟ الاقرار هو التالي، سوق الدولار النقدي والدولار الفريش الجديد، يعني يلي منه
بحسابات المصرفية ما قبل 2019، يعني التشرين الأول 2019، غير الدولار يلي موجود بالمصارف. بدنا نخلق سوق حرة للدولار الفريش النقدي، أما الفريش اللي بحسابات الفريش تبع المصارف، لحتى نقدر نشتغل. ما راح يكون عنا اقتصاد إذا ما عنا نظام مصرفي عم بيشتغل بالتحويل وبالقطع. بالنسبة للدولار القديم، خلينا نسميه هيك، اللولار سموه، هيدا الحل تبعه حل جذري مش حابة أنت اليوم نحكي فيه، ويمكن ما في وقت بس لازم شي يوم نحكى فيه. هيدا الحل تبعه له علاقة بحلول الحكومة بدها تحطها، بدها تشريع، له علاقة بإعادة هيكلة المصاري. بهالوقت هيدا في إجراء بالتعميم 151 يلي هو إنه في الواحد يصرف كمية معينة على 3900، أوكي فينا نخلي 3900، وإذا بده أكثر ما في يعملها. شوف هلا بدي أسألك عن هيدا بدفاتر البنوك ما لنا موجودة، ما لها أصل، بدها حل جذري. هلا بدي أسألك عن موضوع التعميم أو تمديد العمل بالتعميم رقم 151، ولكن تأختم معك بموضوع المنصة. اليوم بس تقول إنه أنت من الناس اللي مع تنفتح أكثر شيء ممكن هذه المنصة المصرفية قدام الجميع من دون قيود مكثفة، يعني ما تنحصر بس بالصناعيين أو التجار أو غيره، ولكن هذا الأمر سيتطلب ضخ دولار إضافي لدى المصارف. هل هيدا الشيء تلقائيا رح يخلي الناس تروح تطلب بعد تشتري دولار؟ بس هو ربما ليه بدها تشتري اكثر من ما هي عم تشتري؟ لانه العالم ما عندها ثقه بالليره. بدنا ننقل السوق السوداء على هيدي السوق. ما عم نقول انه رح نعمل معجزه، بس خلينا ننقلها نحطها هون. واذا صار في اول شيء، خلينا كمان من سيئات الوضع بس يلي هي خلقت نوع من الوضع المرتاح، قد ايه العالم بعد فيها تدخر بالدولار؟ يعني قد ايه العالم عندها فائض بمدخولها باللبناني كرمال لتروح تشتري دولار لتخزنه؟ ما هو ضخ الكتلة أو تكبير الكتلة النقدية باللبناني أدت إلى إنه إيه ناس يصير معها فائض لبناني بإيديها وتروح تشتري دولار، ولا من وين عم تروح تشتري للدولار؟ مزبوط، وهيدي قصة ال 3900 هي جزء من طبق العملة والكتله النقديه اللي عم تكتر. بس اللي عم بقوله انه هذا الشيء موجود من قبل. هذا الشيء اللي وصلنا على 10000، نحن ما عم نقول انه ما كنا وصلنا على 10000 لو في لسه، عم نقول ما كنا من اليوم للثاني من تكه للثاني عم ننط 1000 2000 ليره على الدولار. هيدا دور المنصه مش اكثر من هيك. وشو الفائده منها اذا ما لنا سوق حره وحقيقي؟ هيدا رايي. شك انه مصرف لبنان يمشي بهيدا الرأي، لانه دائما عندهم لا ما يبدو اصلا هيدا التوجه صراحه، يبدو التوجه انه راح تكون محصوره بناس وقد يكونوا بحاجه ايضا لمستندات، فما راح تكون مفتوحه لكل المواطنين. مستندات غير موضوع، مستندات غير موضوع، مستندات كثير منهم، ضروري تعرفي مين عم يشتري ومين عم بيبيع لحتى تقدري مش تتحكمي بالسوق، بس تعرفي كيف بدك تتدخلي فيه. هون بنرجع نحكي عن الفيزيبيليتي. فيزيبيليتي اكيد. ونفس الشيء لما عم نحكي ضخ اموال، ضخ اموال من الاحتياط الالزامي اما من المصارف، دور مصرف لبنان ما انه يضخ اموال ليمنع انه الليره تتابع المسار الطبيعي تبعها وفقا للمقومات الاقتصاد. دور المصرف المركزي هو انه يمنع التلاعب ويمنع التذبذب يلي بضرب الاقتصاد. اوكي، معناتها مثلا من جمعتين لما طلع فجاه على 15000 وصار يحكوا ب 17، لو في سوق موحده بقلب المنصه كان عرف مصرف لبنان كيف بده يتدخل، مش امنيا، كيف بده يتدخل ليكب مصاري لحتى كل يلي عم يشتروا ليطلعوه ياكلوا الضرب ويرجعوا ينجبروا يبيعوا. اوكي، يعني في شيء اسمه تدخل ظرفي تبقى في دخل شراء وبيعا. ونفس الشيء المصارف اذا فيها تلعب دور ماركت ميكينج بقيود محدده بحدود محدده
لحتى هي تعرف كمان تستفيد من التذبذب، هي بتخلي السوق يكون ستيبل اكثر. استاذ جان، بعد عندي سؤالين قبل ما نختم. السؤال الاخير فيما خص هذه المنصه، هل ممكن انه حاكم مصرف لبنان عم بيقوم بهذه الخطوه لاعاده لم لبنان بالسوق، وبالتالي اعاده تصغير الكتله النقديه اللي زادت بشكل مهول خلال السنه ونص اللي مرق؟ ماني شايف انه في، يعني لا، انه كيف ماني شايف تقنيا كيف بتصير، انه اذا صار في دولار من عند المصارف صرت بتروح عند المصرف بتعطيه لبنان اللي معك المصارف وبتجيب. المصارف ست ليال المصارف بدها تلبي طلبات الزباين. المصارف ما رح تشتغل باموالها، ما لها حق تشتغل بالاموالها، فيها تشتغل بهامش صغير. مصارف رح تلبي طلبات الزباين، الزبون يلي جايب دولار من برا حطتهم عندها بده يشتري لبناني، رح تباع له هالدولارات بالمنصه. زبون يلي عنده لبناني، جاب له لبناني، تاجر مثلا بده يشتري دولار لانه بده يستوري، رح تشتري له هالدولارات بالمنصه. ما لها دور اكثر من، ما مفروض يكون لها دور اكثر من هيك المصارف، الا بحدود معينه اذا بدهم يعملوا شويه ماركت ميكينج مضاربه بس على مدى صغير. وهيدي باي ذا واي هيدي بتزيد من الليكويديتي تبع السوق، من حجمه، وبتهين التعامل والمعاملات بالسوق. بالختام بدي أسألك سؤال عن التعميم الذي أصدر أمس، واللي هو مرتبط بتمديد 6 أشهر إضافية بسحب الودائع بالعملات الأجنبية على 3900 اللي عم نسميهم دولار. اليوم كيف يمكن أنه نستوعب أنه في المصرف عم بيقلنا أنه أنتم بدكم تسحبوا على 3900، بينما أنا رح حدد سعر صرف لتبيعه وتشتره اللي هو قد يكون عم ينحكى بحوالي 10,000 ليرة؟ لأنه بدنا نعترف ونوقف الإنكار، بدنا نعترف أنه هدول عملتين منفصلتين. الدولار يلي بالمصارف يلي موجود قبل تشرين الأول 2019 في عليه مشكلة، هن دولارات دفترية ما لها مقابل. الدولارات الفريش النقدي وجاي اجت فريش من بعدها غير عملة. لحديث ما نوصل لحل جذري، ومن هون برجع بقول اليوم الحل يلي متبع هو بسموه اللولرة، يعني يا شباب تعوا شوي شوي مع الوقت اسحبوا على 3900 لحديث ما يخلصوا الدولارات المسجلين، نصطبهم من الدفاتر. ايه بده ينشالوا، بياثروا على الكتله النقديه، دونك في انهيار بالليره من وراها. المشكله الاساسيه انه عم تاخذ وقت كثير، عم نضيع سنين، بركي بدها 10 15 سنه. المشكله الثانيه انه منا عادله بالنسبه للخطط يلي هي خطط بحبزها الاي ام اف، وخطه شبيهه لخطه لازار يلي هي لا ما بدنا نعمل هيك، بدنا نحمي الودائع لحد ما، يعني تحت سقف معين بدنا نحمي 100% من الودائع، وفوق هالسقف بدنا نعمل يلي سموه هيركات، يلي قالوا عنه ودائع مقدسه والهيركات ممنوع ما بعرف شو. اليوم الهيركات على الجميع فوق ال 65% اذا مش اكثر. طيب ما كان افضل انه نحمي الودائع الصغيره ونعمل هيركات للودائع الكبيره يلي كان اقل من الهيركات يلي اليوم عم بيصير بسياسه اللولره؟ وكنا عم نطلع اليوم من الازمه مع برنامج مع صندوق النقد، كنا بلشنا نطلع من الازمه ومع كابيتال كنترول. وهون يعني ما بدنا نوجه تحيه، بس انه مع الاسف وين لجنه المال والموازنه يلي اول شيء افشلت هالخطه، وثاني شيء بعدها مش عم بتطلع قانون كابيتال كنترول وسمحت بتهريب اموال. هلا اذا بيطلعوه بصير على المواطنين، لانه اللي بده يهرب هرب مش الحال. معك حق، في نظريه. طيب انا بدي اشكرك استاذ جان رياشي على هذه المقابله، المصرفي جان رياشي رئيس مجلس اداره FFA Private Bank،